مساء الخير أحبائي وأعزائي، النهاردة هنتكلم عن حاجة جميلة جدا جدا، وياريت تسمعوا الفيديو الآخر. ماذا قال السيسي والإعلامي محمود سعد عن كتاب السيد المسيح للدكتور عباس العقاد؟ تعالوا ونشوف هو قال إيه. قال الدكتور وسيم السيسي أستاذ علم المصريات أن كثيرين ربما لا يعلمون عن وصف السيد المسيح، ومن يرغب يمكنه الرجوع إلى وصف عباس العقاد في كتابه عن المسيح. وأضاف السيسي في لقائه مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج باب الخلق المقدم عبر شاشة النهار أن الصفحة رقم 100 في كتاب العقاد يقول فيها على لسان أحد المؤرخين الذين عاصروه: سمعت أنه رجل يصنع معجزات كثيرة، فذهبت بنفسي لأراه، وجدت بين جمع غفير من الناس رجل طويل القامة شعره أسود، هذا الرجل جبينه واسع، عيناه زارقتان، بهما بريق حاد جدا. هذا ما وصفه عن المسيح. ويقول أيضا أن هذا الرجل لطيف ووديع إذا دعا، ولكنه حازم إذا لام أو أنب. ده هذا وصف عباس العقاد عن المسيح. لم يراه أحد يضحك، رآه الكثيرون يبكي حتى يتحدث إلى الناس، يتحدث كمن له عليهم سلطان، ويبدو على وجهه سمات الملوك والأمراء. هذا ما قيل عن السيد المسيح. وهنسمع الدكتور السيسي وسيم السيسي في حواره مع محمود سعد. هتكلم عن سورة السيد المسيح. يمكن دي كتير مش عارفينها، انما ذكرها بالتفصيل عباس محمود العقاد في كتابه العظيم اللي هو المسيح. فبيكلم عن واحد اسمه بابليوس لانتيريوس، هو مؤرخ يهودي، وبيحكي على لسان بابليوس لانتيريوس. اللي يحب يرجع للكلام ده هو يقدر يرجع له في كتاب المسيح لعباس محمود العقاد صفحة 100، عشان ما تعبوش في انه يقعد يدور. لا طبعا ليك، احنا ما بنرجعش ورا حد، انت تمام. ميرسي. لا ده حقيقي. فبيقول على لسان بابليوس لانتيريوس، ان بابليوس لانتيريوس بيقول: سمعت عن رجل انه يصنع معجزات كثيره، فذهبت بنفسي لاراه، فوجدته بين جمع غفير من الناس، رجل طويل القامة، شعره أصفر وطويل ولكنه أحمر وأجعد ولماع إلى جانب الأذنين. هذا الرجل جبينه صلت ناعم يعني واسع، عيناه زرقاوان، فيهما بريق حاد جدا. هذا الرجل لطيف ووديع إذا دعا أو علم، ولكنه حازم ورهيب إذا لام أو أنب. لم يره أحد يضحك، رآه الكثيرون يبكي. حين يتحدث إلى الناس يتحدث كمن له عليهم سلطان، ويبدو على وجهه سيماء الملوك والأمراء. هذا ملخص اللي قاله العقاد. عمل صورة وصفية وهو كتبها تحت عنوان الصورة الوصفية. صحيح. للسيد المسيح. بالنسبة لهذا المؤرخ الذي كتب عنه أنه رآه رؤية العين، وصفه هذا الوصف الدقيق. الدقيق. ده وصفه داخله. أيوة. وهو يعني السيد المسيح، يعني احب اصلح برضو يعني لاحبائي واصدقائي، السيد المسيح
لما قال ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمل الناموس. السيد المسيح هدم الناموس كله من أوله لآخره، هدم شريعة الأشكال والظواهر فيه. يعني في موعظة الجبل قيل لكم وأنا بقول لكم، قيل لكم وأنا بقول لكم، قيل لكم فين؟ في الناموس. يعني مثلا قيل لكم عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر. قيل لكم من قتل يستوجب نار جهنم، أما أنا فأقول لكم من يغضب على أخيه باطلا يستوجب نار جهنم. إلى هذا الحد. قيل لكم في الطعام هذا طاهر وهذا نجس، أقول لكم أن ما يخرج من قلب الإنسان كراهية وحقد هو الذي ينجس الإنسان وليس الذي في جوه. قيل لكم من طلق زوجته يعطيها كتاب طلاق، أما أنا فأقول لكم إلا لعلة الزنا. واحد طلق له قال له موسى ما قالش الكلام ده، قال له من أجل قساوة قلوبكم ولكن في البدء لم يكن هكذا. يعني حتى بيقول له أن موسى جايب من عنده مش كلام ربنا، في البدء لم يكن هكذا، يعني الأصل الإلهي مش كده. قيل لكم لا تحنس في الحلفان، يعني ما تحلفش كده، ما تضيعش. أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة، ما تورطش نفسك، ليكن كلامكم نعم نعم أو لا لا، وما زاد عن ذلك فهو من الشرير. قيل لكم تقدس السبت، أما أنا فأقول لكم السبت للإنسان وليس الإنسان للسبت. وإذا يوم السبت، لأن كانوا بيلوموا عليه أن هو بيشفي يوم السبت ومش مفروض يعمل حاجة السبت، فكان أصلا ما فكان يقول لهم إذا وقع منك خروفك أو أي تنقذه ولا ما تنقذوش، فما بالك بالإنسان يستحق الشفاء في يوم السبت ما شفوش ليه؟ عشان كده كان دايما ما فيش حد يعني وصفهم زي السيد المسيح. أيها المراؤون المنافقون، أنتم كالقبور البيضاء من الخارج ومن الداخل عظام ينخر فيها السوس. تنقون خارج الكأس، يعني تغسلوا من هنا، ومن الداخل اختطاف وضعارة. بيقولون كده اختطاف وضعارة، أيها الأشرار، أيها الكلام ده كله. فلما قلنا من بره على الله ومن جوه على الله، هي دي. السيد المسيح، يعني أنا شايف حتى لما سألوه ما هو الناموس، قال لهم إيه؟ أنت تحب الرب إلهك من كل قلبك وفكرك وقريبك كنفسك. أم سألوا من هو قريبي؟ فحكى لهم حكاية لطيفة قوي. قال لهم واحد سامري، والسامريين اليهود أعداء ليه، دول أعداء دول ودول أعداء دول. قال لهم واحد سامري طلعوا عليه لصوص بهدلوه وسابوه مرمي في الطريق. لا، قال لهم واحد يهودي، واحد يهودي هو اللي طلع عليه اللصوص بهدلوه وعوروه، ولا مر عليه واحد يهودي سابوه مش يعني زيه، مر عليه الحاخام سابوا مش، مر عليه واحد سامري، ما هو ده عدوه، شاله ووداه وعالجه وقال لصاحب الفندق ارعاه واي حاجه تاخدها مني انا. فمن هو قريبه؟ من يفعل صالحا هو قريبه. عشان كده تجد ايه جمعيات كتيره قوي اسمها ايه؟ ذا جود سامريتان، اللي هو السامري الصالح، السامري اللي هو بيحب اي انسان، ومستشفى السامري الصالح ومش عارف ايه والكلام ده كله. معناها الانسان الذي يحب الانسان بغض النظر عن عقيدته وفكره و و و و الى اخره. زي ما سمعنا احبائي واعزائي، الفيديو الجميل اللي وصف واتكلم فيه السيسي عن السيد المسيح واخلاقه وطيبته، انه كان وديع، كان شخص ودود، كان فيه كل الصفات الحميدة، مش الناس اللي بتقعد تشتم على المسيح وهي ما تعرفش عنه اي حاجة. ولكن بنشكر ربنا ان هو ان حتى الناس بتتكلم عنك يا يسوع المسيح يا مخلص العالم عن اخلاقك وادبك وذوقك، وان الكل كان دايما يشوفك بالاكتر وانت تبكي على العالم، هذا العالم الحقير، العالم الحزين.
أشكركم أحبائي على استماعكم لهذا الفيديو، وأرجو منكم كل الشكر والتقدير. لو عجبكم الفيديو أرجو أن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. شكرا لمحبتكم ولاستماعكم لهذا الفيديو من قناتكم المفضلة، قناة المسيح هنا، وأيضا تحفظكم العذراء الملكة أمار جرجس الأمير. ربنا معاكم، أمين.